أهل السنة وجماعة السلفيون، على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو الذي يكون بفهم الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة في فهمهم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، سمعت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشرب الماء دفعة واحدة، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء دفعة واحدة، لأن هذا فيه تشبه، لأن هذا فيه تشبه بالبعير، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يشرب بثلاثة أنفاس، يشرب بثلاثة أنفاس. نعم.